الرئيس السيسي في أنقرة تلبية لدعوة الرئيس أردوغان ومباحثات زعيمين تتناول العلاقات الثنائية وقضايا المنطقة على رأسها قطاع غزة. على هامش مشاركته في منتدى التعاون الصيني الأفريقي، مدبولي يؤكد أن القاهرة ستواصل العمل مع بكين لتجنب المزيد من تصعيد التوترات الإقليمية. قوات الاحتلال تواصل عدوانها على غزة لليوم 34 بعد 300 على التوالي، وتمدد عملياتها العسكرية في شمال الضفة الغربية. 3 مساء بتوقيت القاهرة، 12 بتوقيت غرينتش. نشرة إخبارية مفصلة تأتيكم من التلفزيون المصري، فمرحبا بكم. محطة جديدة تدشنها العلاقات المصرية التركية بزيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي الرسمية لأنقرة. زيارة تأتي لتبنى على عدة محطات سابقة عكست في مجملها الإرادة السياسية للبلدين قيادة وحكومة على الدفع بأطر التعاون بينهما لآفاق أرحب على مختلف الأصعدة. في مستهل زيارته الرسمية للجمهورية التركية، أقيمت للرئيس عبد الفتاح السيسي مراسم استقبال رسمية بالقصر الرئاسي بأنقرة. واستعرض الرئيسان السيسي ورجب طيب أردوغان حرس الشرف وعزف السلام الوطني للبلدين. وفور وصوله مطار أنقرة، كان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في مقدمة مستقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي. تأتي زيارة الرئيس السيسي الرسمية للجمهورية التركية تلبية للدعوة المقدمة من الرئيس رجب طيب أردوغان. وأوضح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية أن زيارة الرئيس السيسي التاريخية لتركيا تمثل محطة جديدة في مسار تعزيز العلاقات بين البلدين، والبناء على زيارة الرئيس أردوغان التاريخية لمصر في فبراير الماضي، وتأسيسا لمرحلة جديدة من الصداقة والتعاون المشترك بين البلدين، سواء ثنائيا أو على مستوى الإقليم الذي يشهد تحديات جامة تتطلب التشاور والتنسيق بين البلدين. أضاف المتحدث الرسمي أنه من المنتظر أن تشهد الزيارة مباحثات معمقة للرئيس السيسي مع رئيس أردوغان، إضافة إلى رئاسة الرئيسين للاجتماع الأول لمجلس التعاون الاستراتيجي رفيع المستوى بين مصر وتركيا، والذي من المقرر أن يتناول سبل الارتقاء بالعلاقات الثنائية في مختلف المجالات، إضافة إلى تبادل الرؤى إزاء القضايا الإقليمية الدولية حل الاهتمام المشترك، وعلى رأسها جهود وقف إطلاق النار بقطاع غزة وإنهاء المأساة الإنسانية بالقطاع في الشرق الأوسط. كما سيشهد رئيسان التوقيع على عدد من مذكرات التفاهم بين حكومتي الدولتين في مختلف مجالات التعاون. We'll be right back.
هذا وقد أعرب الرئيس عبد الفتاح السيسي عن سعادته البالغة بزيارته الأولى للجمهورية التركية ولقائه الرئيس رجب طيب أردوغان. وأشار الرئيس عبد الفتاح السيسي عبر صفحته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي إلى أن مصر وتركيا تجمعهما علاقات تاريخية وشعبية متأصلة الجذور، كما تربطهما علاقات سياسية قوية منذ تأسيس الجمهورية التركية. وأضاف الرئيس السيسي أن زيارته اليوم إلى تركيا ومن قبلها زيارة الرئيس التركي للقاهرة تعكس الإرادة المشتركة لبدء مرحلة جديدة من الصداقة والتعاون بين البلدين. الاقتراب أكثر من المشهد بينضم إلينا عبر الهاتف السفير جمال بيومي مساعد وزير الخارجية الأسبق. يعني سيادة السفير، تعليق حضرتك على زيارة الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي إلى تركيا اليوم. زيارة مهمة جدا ردا على زيارة الرئيس رجب طيب أردوغان إلى مصر قبل ذلك، وزيارات متبادلة على مستوى وزراء الخارجية ونواب وزراء الخارجية، وهي تعتبر بكل المقاييس نجاح للسياسه الخارجيه المصريه التي حافظت على العلاقه مع تركيا، وهي دوله شقيقه وعزيزه علينا، ولدينا كثير من المصريين يعتزون باصولهم التركيه، كثير من العائلات التركيه تعتز باصولها المصريه. اذا هو خلطه من التاريخ جمعت الشعبين دائما. ولهذا فان مصر حتى عندما قررت ان تصعد إزاء التصرفات التركية والادعاء بأننا جزء من الإمبراطورية العثمانية، فإننا لم نقطع العلاقات وإنما اكتفينا باستدعاء السفير وقلنا أننا حريصون على العلاقات المصرية التركية بحكم أنها دولة شقيقة نعتز بها. وبالتالي الحمد لله أننا نجحنا، وهذا نجاح للسياسة الخارجية المصرية الهادئة أن نستفيد هذه العلاقات ثم نواصل من هذه النقطة إلى استعادة ما كنا قد توقفنا عنه. أريد أن أذكر حضرتك والسادة المشاهدين أننا أنشأنا مجموعة اسمها مجموعة الدول النامية الثمانية D8 قبل هذا التوتر، وهي تضم مصر وباكستان وتركيا وإندونيسيا وماليزيا بغرض إنشاء تجمع إسلامي اقتصادي صناعي بالذات يركز على الصناعات المتبادلة، بحكم أن لدينا الصناعات حققنا فيها جميعا تقدما ملموسا، مثل السيارات، مثل النسيج، مثل الصناعات الخدمية إلى آخر هذا البند. وبالتالي أتصور أن الرئيس بالطبع، وهو يعني يشكر أنه أعاد إلينا في الدبلوماسية سلاح دبلوماسية الرئاسة، وهو ما شاء الله ما من يوم ينقضي إلا وهو إما مستقبل لأقرانه أو يزور بلدان عزيز علينا أو يتصل تليفونيا بأقرانه من مختلف رؤساء الدول. كل هذا يجعل القاهرة دائما مركز حيوي لإقرار السلام وتبادل الآراء، وكل هذا من أجل التقدم والسلام والتنمية. سيادة السفير، ماذا لنا أن نتوقع بعد هذه الزيارة، خاصة في زيارة سابقة متبادلة ما بين الرئيس التركي هنا في القاهرة؟ بإذن الله أتوقع أن تعيد العلاقات نفس المستوى، بل ننطلق من هنا إلى المزيد والمزيد من العلاقات الاقتصادية والتجارية، بل والاجتماعية والثقافية، لأن أيضا لدينا تبادل ثقافي محترم مع تركيا نعتز به. وأتصور أن تركيا ستعتبر مصر نقطة انطلاق اقتصادية تأكيد، وخصوصا في منطقة قناة السويس التي ندعو فيها كل شركائنا من البلدان المختلفة لكي يأتوا ويستثمروا في هذه المنطقة، لأنها نقطة مهمة جدا للانطلاق بالتجارة، لأنها تتوسط العالم أجمع، ومن هناك يمكن بدء صناعات وتبادل حقيقي للمصالح والمنافع. نعم، إذن هي نقطة انطلاق مهمة نعمل منها الكثير إن شاء الله. سيادة السفير جمال بيومي مساعد وزير الخارجية الأسبق، شكرا جزيلا لك.
شهدت العلاقات بين مصر وتركيا العديد من المحطات المهمة، والتي مهدت بالفعل الطريق لتأسيس علاقات تعكس بين طياتها عزم القيادة السياسية في القاهرة وأنقرة على العمل نحو تعزيز العلاقات لمصلحة الشعبين المصري والتركي. 3 أعوام من الجهود الدبلوماسية الحثيثة كانت كافية لإعادة دفء العلاقات المصرية التركية إلى مسارها الطبيعي، مسار شهديد من المحطات المهمة طفت على سطح الأحداث في مارس عام 2021 بإعلان وزير الخارجية التركي السابق مولود شاويش أوغلو وجود اتصالات دبلوماسية مع مصر، أعقبها خلال الشهر التالي موافقة البرلمان التركي بالإجماع على اقتراح بإنشاء مجموعة صداقة برلمانية مع مصر، وهي إعلانات مهدت الطريق لانعقاد أولى جلسات المحادثات الاستكشافية في مايو عام 2021 بالقاهرة، وخلال 4 أشهر عقدت الجولة الثانية من المحادثات الاستكشافية في أنقرة. وفي أبريل عام 2022 وصل التقارب الدبلوماسي بين البلدين لمرحلة مفصلية عندما قررت أنقرة تعيين سفير لشغل منصب القائم بالأعمال، واستمرت الترتيبات من وراء الكواليس لتقريب وجهات النظر بين البلدين، لتأتي أحد ثمار تلك الترتيبات لقاء المصافحة بين الرئيس عبد الفتاح السيسي ونظيره التركي رجب طيب أردوغان في نوفمبر عام 2022 خلال حفل افتتاح كأس العالم لكرة القدم بقطر الذي أعقبته جلسة مباحثات. وعقب الزلزال المدمر الذي ضرب تركيا وسوريا، أعطت دبلوماسية الكوارث والتضامن فرصة لتراجع أولوية القضايا الخلافية لصالح الأبعاد الإنسانية، حيث زار وزير الخارجية السابق سامح شكري تركيا في فبراير عام 2023 لتقديم التضامن والدعم، وأعقبها زيارة لوزير الخارجية التركي السابق إلى القاهرة في مارس من العام ذاته. واتخذت العلاقات بين البلدين خاصة بعد الانتخابات الرئاسية التركية منحا تصاعديا، ليأتي قرار رفع مستوى العلاقات الدبلوماسية مع مصر من أوائل القرارات التي اتخذها وزير الخارجية التركي الجديد هاكان فيدان، لترشح أنقرة السفير صالح موتلوشن كسفير لها في القاهرة، وتقابل مصر تلك الخطوة بترشيح السفير عمرو الحمامي كسفير لها في أنقرة، لتتوج تلك إجراءات في نهاية المطاف بقمة مصرية تركية في القاهرة تقرر على إثرها إعادة تشكيل اجتماعات مجلس التعاون الاستراتيجي رفيع المستوى بين البلدين. قمة القاهرة تبعتها قمة أنقرة بين الزعيمين اللذين شغلهما قضايا المنطقة ليستكملا تنسيق المواقف فيما بينهما ويرسمان نقطة تحول جوهرية لها. ليأتي التقارب المصري التركي ضمن تحركات أوسع لتقييم العلاقات الإقليمية البينية وإعادة صياغتها بشكل يتيح لدول المنطقة مساحات تنسيق وحركة أكبر على المستوى الإقليمي تضمن تبنيها نهجا أكثر استقلالا يراعي مصالحها الأمنية والسياسية والاقتصادية.
يأتي التقارب المصري التركي ضمن تحركات أوسع لتقييم العلاقات الإقليمية البينية وإعادة صياغتها بشكل يتيح لدول المنطقة مساحات تنسيق وتحريك أكبر على المستوى الإقليمي. هذا التحرك يضمن تبني نهجا أكثر استقلالا يراعي مصالحها الأمنية والسياسية والاقتصادية. تقارب مصري تركي له ما بعده، فالمكانة الإقليمية للدولتين الشقيقتين وإمكانية توظيفهما من خلال التشاور وإدارة الخلافات والتوافقات واستغلال نفوذهما السياسي والاقتصادي سيصب بالدرجة الأولى في تعزيز السلام والاستقرار الإقليمي وتبريد الساحات المشتعلة، بما ينعكس بشكل إيجابي على العالم العربي والمنطقة. فالقضية الفلسطينية هي إحدى ثمار ذلك التقارب الذي سيسهم في توحيد الرؤى تجاه القضية ومحاولة إيجاد حل لإنهاء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة وإزالة الجمود بشأن إمكانية التوصل لنتائج إيجابية، ومن ثم الدفع بمسار حل الدولتين. أما القضية الليبية، ولكونها تمثل عمقا استراتيجيا وأمنيا لمصر، فيمكن أن يسهم تقريب المواقف ووجهات النظر المصرية التركية في دفع العملية السياسية الليبية قدما وتسهيل عملية الانتقال السياسي عبر إنجاح الانتخابات الرئاسية والبرلمانية المقبلة وعودة الهدوء للداخل الليبي بشكل كبير. وفي ملفي الطاقة وشرق المتوسط، تسعى تركيا من خلال علاقتها بمصر إلى دخول دول حوض شرق المتوسط في مفاوضات جماعية، وهي خطوة حاسمة نحو تسوية خلافاتها. كما تطمح أنقرة أيضا بالحصول على دعم مصري لانضمامها إلى منتدى غاز شرق المتوسط، كما أن تركيا أيضا تسعى من خلال تقاربها مع مصر في أن تعمل القاهرة على تحسين العلاقات التركية اليونانية والقبرصية، وأن تستثمر علاقاتها الجيدة معهما في إجراء مفاوضات برعاية القاهرة للوصول إلى حلول في مسألة ترسيم الحدود البحرية التركية مع قبرص واليونان، ذلك لإحداث تهدئة تركية في منطقة شرق المتوسط. أيضا من مكاسب التقارب المصري التركي وبحسب الخبراء أنه سيعمل على تصفية المنطقة الرخوة أمنيا والتي تسيطر عليها الجماعات الإرهابية التي اتخذت من الشمال السوري مرتعا لها، وتؤثر بشكل كبير على العمق الاستراتيجي المصري والتركي على السواء، والذي قد يؤدي التوافق في هذا الملف إلى ازدهار طريق التجارة البينية بين تركيا ومصر. ملف التعاون الإفريقي يأتي ضمن مكاسب التقارب المصري التركي، إذ تمثل مصر بوابة أفريقيا، وتهدف مصر لتحويل التواجد التركي إلى نقطة قوة وتعاون على المستوى الثنائي للبلدين. ومن هذا المنطلق سيعمل مجلس العلاقات الاستراتيجي على فتح قنوات للتعاون الاقتصادي والأمني في القارة. وفيما يخص علاقات التعاون الثنائي، تسعى مصر وتركيا إلى إعادة تفعيل اتفاقية روما الملاحية المجمدة منذ عام 2015 بهدف الاستفادة من الموانئ المصرية لنقل الصادرات التركية من مينائي مرسين واسكندرونة التركيين إلى موانئ دمياط وبورسعيد على البحر المتوسط، قبل نقلها لاحقا إلى ميناء العرب على البحر الأحمر، ثم العمل على نقلها على متن السفن التركية إلى دول الخليج. كذلك يشكل قطاع الطاقة مجالا حيويا للتعاون الاقتصادي، حيث أصبحت مصر موردا رئيسا للغاز الطبيعي المسال لتركيا بحلول نهاية عام 2021. وخلال النصف الأول من 2022 تصدرت تركيا قائمة أعلى الدول استيرادا للغاز الطبيعي المسال من مصر بقيمة إجمالية تقدر بحوالي 1.1 مليار دولار. إذن هو تعاون له ما بعده على صعيد تعزيز العلاقات الثنائية ودفع قدما إلى آفاق أرحب بما يخدم مصالح الشعبين الشقيقين، فضلا عن إسهامه في تخفيض حدة التوتر في المنطقة وحلحلة أزماتها بالنظر إلى مكانة الدولتين الجيوسياسية والمكانية. انطلقت في العاصمة الصينية بكين أعمال قمة منتدى التعاون الصيني الأفريقي بمشاركة رئيس الوزراء مصطفى مدبولي نيابة عن الرئيس عبد الفتاح السيسي، ويشارك عدد من قادة الدول الأفريقية وممثلي المنظمات الإقليمية الأفريقية والمنظمات الدولية الذين تمت دعوتهم إلى القمة. ما زالت تلتفت أنظار العالم إلى العاصمة الصينية بكين، والتي تستضيف على مدار 3 أيام متتالية
فعاليات قمة منتدى التعاون الصيني الإفريقي بوكاك بمشاركة قادة وزعماء ورؤساء حكومات الدول الإفريقية وممثلي المنظمات الإفريقية والدولية. ووصل مؤخرا إلى مطار بكين الدولي أنطونيو غوتيريش الأمين العام للأمم المتحدة ليكون ضيف شرف المنتدى. كما يشارك الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء في القمة نيابة عن الرئيس عبد الفتاح السيسي، ويلقي كلمة مصر خلال فعاليات المنتدى لبحث أطر تعزيز وتعميق التعاون والشراكة بين البلدين الصديقين ودفعها قدما في ظل التحديات الراهنة. ويشارك في المنتدى 54 دولة إفريقية تسعى لتحقيق تطلعات شعوبها نحو تنمية مستدامة من خلال شراكة مع الصين مبنية على التنمية والسلام. وخلال المؤتمر الصحفي للإعلان عن انطلاق فعاليات قمة منتدى التعاون الصيني الإفريقي، أكد الصحفيون الأفارقة على آمالهم في القمة أن تحقق تطلعات دول الجنوب العالمي في بناء قدرات واستغلال مواردها على الوجه الأمثل حتى تحتل مكانتها الحقيقية بين دول العالم. نعول على الكثير من الشراكة بين الصين وأفريقيا، فما زال لدى شعوب دول عالم الجنوب الطموح والآمال في التنمية التي نستحقها، ولدينا كافة المقومات والإمكانات التي تمكننا من ذلك. مجالات كثيرة نتعاون فيها مع الصين، فالصين أكبر شريك لأفريقيا، فالصين تسعى لتتقاسم معنا فرص التنمية، ونسعى لاغتنام الفرص في جذب المزيد من الاستثمارات إلى أفريقيا. وتعزز الصين من شراكاتها مع أفريقيا في مجالات البنى التحتية وبناء الموانئ الجيل الرابع وتطوير استخدامات الذكاء الاصطناعي والزراعة والصناعة والتصنيع الدوائي حتى تتقاسم من فرص التنمية الحقيقية مع شركائها. إرادة موحدة جمعت بين الصين وإفريقيا من خلال انطلاق فعاليات منتدى التعاون الصيني الإفريقي في دورته الرابعة للعمل على زيادة الانفتاح المؤسسي وتعميق التعاون بشأن سلاسل التوريد والإمداد لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، والعمل على الحفاظ على الشراكة التجارية والاقتصادية لتحقيق المنفعة المتبادلة. من العاصمة الصينية بكين، أحمد سعد الدين للتلفزيون المصري. أكد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي أن منتدى التعاون الصيني الإفريقي أثرى العلاقات الإفريقية الصينية وحقق نتائج مثمرة، مشيرا إلى أن قمة هذا العام يمكنها أن تدفع التعاون بين الجانبين إلى الأمام. وأشار مدبولي إلى أن أهمية منتدى التعاون الصيني الإفريقي لا تقتصر على الجانب الاقتصادي فقط، بل هو بمثابة منصة للحوار الجماعي بين أفريقيا والصين. وأضاف رئيس الوزراء أن مصر ساهمت خلال السنوات الأخيرة إلى جانب الصين في تأسيس منتدى التعاون الصيني الأفريقي ومنتدى التعاون الصيني العربي، مضيفا أن مصر من أوائل الدول التي انضمت إلى مبادرة الحزام والطريق، ودعمت مبادرات الصين من أجل الأمن العالمي والتنمية العالمية والحضارة العالمية. وأوضح مدبولي أن مصر ستواصل العمل مع الصين لتجنب المزيد من تصعيد التوترات الإقليمية، مع مواصلة دعم قضية الشعب الفلسطيني العادلة لاستعادة حقوقه الوطنية المشروعة، وهو ما سيساهم في إيجاد حل دائم وشامل وعادل للقضية الفلسطينية على أساس تفعيل حل الدولتين. إن التاريخ سيتوقف تلك الحرب، يسجل مأساة كبرى عنوانها الإمعان في القتل والانتقام وحصار شعب كامل وتجويعه وترويعه. أؤكد مجدداً أن مصر ستظل على موقفها الثابت فعلاً وقولاً برفض تصفية القضية الفلسطينية. واهم من يتصور أن الحلول الأمنية والعسكرية قادرة على تأمين المصالح أو تحقيق الأمن. أدان البرلمان العربي بشدة التصريحات الاستفزازية التي أدلى بها رئيس وزراء إسرائيل بنيامين نتنياهو، معتبرا أنها ادعاءات مضللة
تهدف إلى عرقلة جهود الوساطة. وأكد البرلمان العربي أن التصريحات تعكس فشل الاحتلال على المستوى الداخلي وتكشف زيف ادعاءاته لتضليل الرأي العام العالمي، كذلك تشتيت انتباه المجتمع الدولي عن سياسات التعنت الواضحة التي يتبعها لإفشال جهود وقف إطلاق النار. وأكد البرلمان العربي تضامنه الكامل مع مصر في مواجهة هذه التصريحات الاستفزازية ودعمه المطلق لها في مساعيها الرامية إلى إنهاء العدوان الغاشم على قطاع غزة والأراضي الفلسطينية المحتلة وتخفيف معاناة الشعب الفلسطيني وجهودها الرامية لتحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة. تواصل قوات الاحتلال عدوانها على أنحاء قطاع غزة اليوم 34 بعد 300 على التوالي، تزامنا مع قصف عنيف طال منازل مأهولة ومنشآت وبنى تحتية وخلف شهداء وجرحى ومفقودين. واستهدفت قوات الاحتلال وطائراتها ومدفعياتها مدينة غزة بشمال القطاع ومخيم النصيرات بواسطه ومدينتي رفح الفلسطينية وخان يونس بجنوب القطاع، حيث استهدفت مربعات سكنية وخيام نازحين ومدرسة بحي الزيتون تأوي نازحين. وأكدت السلطات الصحية في قطاع غزة أن قوات الاحتلال ارتكبت 3 مجازر خلال 24 ساعة الماضية، راح ضحيتها 42 شهيدا و107 مصابين، ليرتفع بذلك عدد ضحايا العدوان على القطاع إلى 40,861 شهيدا و94,398 مصابا. أيام وينتهي الشهر 11 من العدوان، ولا جديد تحت سماء غزة سوى أنهار من الدماء تسيل فيما تبقى من شوارع القطاع المأزوم. فمن الجنوب كانت طائرات كواد كابتر الإسرائيلية تستهدف من السماء كل متحرك على أرض رفح الفلسطينية، وآليات الاحتلال تضع خيام النازحين في مواصي المدينة في مرمى نيرانها. لينفذ الاحتلال أيضاً عمليات نسف لمربعات سكنية شمال غرب المدينة، ويستهدف محيط ملعب على شاطئ رفح الفلسطينية يؤوي نازحين. كما استهدفت مدفعية الاحتلال المناطق الشرقية غرب مدينة خان يونس ليسقط عقبها العديد بين شهيد وجريح. وفي وسط القطاع شن الاحتلال سلسلة غارات جوية وقصفا مدفعيا استهدف على الأخص مخيم النصيرات لتسيل دماء شهداء ومصابين جدد. وفي شمال القطاع كانت المنازل بحي الدرج بوسط مدينة غزة هدفا لطائرات عمياء لا تفرق بين أحد، لتشتعل النيران في بعض تلك المنازل جراء القصف العنيف. وفي الشمال أيضاً لم تنس طائرات الاحتلال استهداف مدارس تؤوي نازحين بمنطقة الزيتون، ليواصل أفراد الدفاع المدني رغم ضآلة الإمكانيات في انتشال ما تستطيع من شهداء أو ناجين في حالة دامية. 34 يوماً بعد 300 يوم بحسب العادين لم يهنأ قطاع غزة ولا ساكنه من عدوان غاشم في ليل أو نهار، لم يترك منزلاً أو خيمة إلا وكانت من بين بنوك أهدافها، لتخلف من الشهداء والجرحى أكثر من 130,000 ومن المفقودين ما الله بهم أعلم. قال رئيس مجلس الأمن الدولي إن صبر أعضاء المجلس بدأ ينفد بسبب تواصل العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة. وأكد رئيس مجلس الأمن أن المجلس سيبحث اتخاذ إجراء إذ لم يتم التوصل إلى وقف لإطلاق النار في قطاع غزة قريبا، منوها إلى أن سلطات الاحتلال لم تستجب لقرار مجلس الأمن الذي نص على وقف لإطلاق النار الدائم والانسحاب التام للجيش الإسرائيلي من غزة وتبادل الأسرى والمحتجزين إعادة الإعمار وعودة النازحين ورفض أي تغيير للخريطة السكانية في القطاع. أعلنت هيئة البث الإسرائيلية استقالة رئيس قسم الاستخبارات في شرطة الاحتلال تزامنا مع موجة الاستقالات التي تعصف بالجيش الإسرائيلي مؤخرا. وتأتي استقالة أسراف بعد يوم من إعلان جيش الاحتلال الإسرائيلي عن استقالة قائد القوات البرية
والذي يعد أحد أرفع قادة جيش الاحتلال الذين أعربوا عن اعتزامهم تقديم استقالتهم منذ 7 أكتوبر الماضي. وكانت القناة السابعة الإسرائيلية قد أفادت قبل يومين أن قائد وحدة الاستخبارات الإسرائيلية 8200 العميد يوسي ساريل سيستقيل من منصبه قريبا. دعا وزير الأمن القومي الإسرائيلي إتمار بن غفير حكومته إلى وقف المفاوضات مع حركة حماس. كان بن غفير قد تعهد في وقت سابق بأن يستخدم سلطته لمنع صفقة تبادل الأسرى والمحتجزين ووقف إطلاق النار في قطاع غزة التي وصفها بالصفقة المتهورة. أغلق متظاهرون إسرائيليون اليوم الطريق بالقرب من متسودات زئيف في تل أبيب للمطالبة بصفقة تبادل محتجزين. ورفع المتظاهرون شعارات تطالب باستعادة ذويهم أحياء من قطاع غزة. وتأتي المظاهرة استمرارا للحركات الاحتجاجية في إسرائيل التي تنظمها عائلات الأسرى منذ عدة أشهر. تظاهر طلاب في جامعة كولومبيا بولاية نيويورك الأمريكية في اليوم الأول من العام الدراسي الجديد تنديدا باستمرار العدوان على قطاع غزة واستنكارا لرفض إدارة الجامعة مطالبهم بسحب استثماراتها من الشركات الإسرائيلية والشركات الداعمة لدولة الاحتلال. وشهدت جامعة كولومبيا احتجاجات ضخمة في الفصل الدراسي الثاني ما أشعل الاحتجاجات في العشرات من المعاهد والجامعات والمدارس في الولايات المتحدة. كما انضم طلاب جامعة بريستون في ولاية نيوجيرسي وطلاب جامعة بيسترغ لولاية بنسلفانيا للتظاهرات للمطالبة بسحب الاستثمارات من دولة الاحتلال وقطع العلاقات معها مع بداية العام الدراسي. بلغت خسائر الاقتصاد الإسرائيلي نحو 68 مليار دولار بسبب العدوان على قطاع غزة. وخفضت وكالة فيتش التصنيف الائتماني لإسرائيل من A+ إلى E مشيرة إلى تفاقم المخاطر الجيوسياسية مع استمرار الحرب في غزة وسط تهديدات بانتقالها إلى جبهات أخرى. خسائر باهظة تكبدها الاقتصاد الإسرائيلي جراء الحرب الممتدة منذ نحو 11 شهرا على قطاع غزة، مما دفع تل أبيب للبحث عن بدائل لتغطية عجز الموازنة البالغ حوالي 8 مليارات دولار لتمويل تكاليف الحرب الجارية. وزير المالية الإسرائيلي سموتريتش قدم إطارا أوليا لميزانية الدولة لعام 2025 على أساس هدف عجز يصل إلى 4% من الناتج المحلي الإجمالي، الأمر الذي سيتطلب تعديلات مالية كبيرة. صحيفة تايمز أوف إسرائيل نسبت إلى وزير المالية الإسرائيلي سموتريتش قوله إن تكلفة الحرب في إسرائيل وهي الأكبر في تاريخها وصلت من 54 مليار دولار إلى 68 مليار دولار من التكاليف المباشرة. وفي يوليو ارتفع العجز المالي بالفعل فوق الهدف إلى 8.1% وسجلت إسرائيل عجزا في الميزانية بنسبة 4.2% في عام 2023. ووفق البنك المركزي الإسرائيلي تراجع احتياطي النقد الأجنبي بحوالي 41% إلى الناتج المحلي الإجمالي. ويتوقع مراقبون أن يكون عام 2025 ضائعا اقتصاديا مع ارتفاع عجز الموازنة، وهو ما سيفضي في النهاية إلى مزيد من التدهور في نسبة الدين العام مقارنة بالناتج المحلي، وربما مزيدا من خفض التصنيف الائتماني لإسرائيل مع تفاقم المخاطر الجيوسياسية إذا استمرت الحرب على غزة.
قرر جيش الاحتلال الإسرائيلي تمديد عدوانه العسكري واجتياحه للعديد من مدن شمال الضفة الغربية المحتلة ومخيمات اللجوء الفلسطينية لعدة أيام أخرى، لا سيما مدينة ومخيم جنين. هذا ويواصل الاحتلال عملياته العسكرية الواسعة في شمال الضفة الغربية لليوم الثامن على التوالي، حيث أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية ارتفاع عدد الشهداء نتيجة للعدوان في الضفة الغربية إلى 33 شهيدا. بات جليا أن حربا لا تقل إجراما وبشاعة عن حرب غزة تحدث في الضفة الغربية لليوم الثامن على التوالي، حيث تواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي عدوانها على مدن الضفة في الوقت الذي أعلنت فيه تل أبيب الضفة الغربية منطقة حرب رئيسية. ففي محافظة نابلس أصيب شاب بالرصاص الحي واعتقل 3 فلسطينيين آخرين خلال اقتحام قوات الاحتلال مناطق عدة بالمدينة. وأفادت مصادر في الهلال الأحمر الفلسطيني بأن قوات الاحتلال اقتحمت المنطقة الشرقية للمدينة من جهة حاجز عرتة وداهمت مخيمي بلاطة وعسكر القضيم، ما أدى إلى اندلاع مواجهات أطلق خلالها جنود الاحتلال الرصاص الحي وقنابل الغاز والصوت. وفي مخيم تولكرم واصلت قوات الاحتلال عدوانها وخلفت دمارا واسعا في البنية التحتية وممتلكات المواطنين. وأفاد الهلال الأحمر الفلسطيني بإصابة عدة مواطنين بالاختناق نتيجة الحرائق التي تسبب بها الاحتلال في المخيم. وفي جنين وصلت قوات الاحتلال الإسرائيلي عدوانها على المدينة ومخيمها، ما أسفر عن استشهاد نحو 19 فلسطينيا وإصابة واعتقال العشرات، إضافة إلى تدمير واسع بممتلكات الفلسطينيين والمرافق العامة والخاصة والبنية التحتية بما فيها شبكتي المياه والكهرباء. كما انتشرت آليات الاحتلال في شوارع المدينة وتمركزت في عدد منها وسط إطلاقها الأعيرة النارية بشكل عشوائي. كما دفعت قوات الاحتلال بتعزيزات عسكرية عبر حاجز الجلمة باتجاه المدينة ومخيمها، فيما واصلت آلياتها حصار مستشفى جنين الحكومي وإغلاق الشوارع الواصلة إلى مستشفى ابن سينا بالسواتر الترابية وإعاقة عمل الطواقم الطبية ومركبات الإسعاف. إلى ذلك تواصل لقوات الاحتلال آلة القتل الوحشية ومحاولات سلب الأرض وطمس الهوية، مصطدمة بصمود الشعب الفلسطيني وتمسكه بكل شبر في أرضه مهما بلغت التضحيات الجراح. ارتفع عدد حالات الاعتقال بالأراضي المحتلة بما فيها القدس المحتلة إلى 10,500 فلسطيني منذ 7 أكتوبر الماضي. وأكدت هيئة شؤون الأسرى ونادي الأسير الفلسطينيين أن عدد المعتقلين منذ بدء العملية العسكرية التي أعلن عنها الاحتلال بشمال الضفة قد ارتفع لنحو 180 فلسطينيا، مشيرا إلى أن قوات الاحتلال اعتقلت خلال 24 ساعة الماضية 30 فلسطينيا على الأقل من الضفة الغربية المحتلة، بينهم أطفال وأسرى سابقون. قال المتحدث باسم الأمم المتحدة ستيفان دوجاريك إن الاحتلال الإسرائيلي رفض السماح لبعثة تقييم أممية الوصول إلى مدينة جنين بشمال الضفة الغربية المحتلة. وأوضح دوجاريك أن جيش الاحتلال يتبع أساليب حرب قاتلة تسببت في زيادة الخسائر البشرية بين الفلسطينيين، مشيرا إلى أن الحواجز الإسرائيلية تعرقل وصول المساعدات الإنسانية إلى مدن الضفة الغربية المحاصرة منذ 8 أيام، حيث يتم تأخير دخول سيارات الإسعاف والفرق الطبية، مضيفا أن الأمم المتحدة تراقب عن كثب التطورات الجارية في الضفة الغربية وقطاع غزة، معتبرا أن الأوضاع تسير في الاتجاه الخاطئ. حذر مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية في الأمم المتحدة من استمرار استخدام قوات الاحتلال الأساليب المميتة الشبيهة بالحرب
بما في ذلك الغارات الجوية في الضفة الغربية المحتلة، ما يؤدي إلى مقتل أو إصابة أو تهجير الفلسطينيين. وأكد المكتب الأممي أن الأمم المتحدة سجلت أكثر من 20 حالة وفاة خلال الأسبوع الماضي في شمال الضفة الغربية بما في ذلك الأطفال، مشيرة إلى تعرض نحو 13 ألف شخص في مخيم نور شمس للاجئين لانقطاع المياه بسبب الأضرار التي لاحقت بشبكة المياه ولوحظ فيضان مياه الصرف الصحي. وأوضح مكتب الأمم المتحدة أن سكان الضفة الغربية المحتلة يعانون من الصدمة ويحتاجون إلى الدعم النفسي والاجتماعي. اقتحم مستوطنون إسرائيليون باحات المسجد الأقصى المبارك في مدينة القدس المحتلة بحماية شرطة الاحتلال. وأوضح شهود عيان بأن عشرات المستوطنين نفذوا جولات استفزازية في باحات المسجد الأقصى، وأن شرطة الاحتلال شددت من إجراءاتها العسكرية على أبواب البلدة القديمة والمسجد الأقصى، وفرضت قيودا على دخول المصلين الفلسطينيين. تواصل مصر جهودها لإدخال المساعدات الإنسانية والطبية إلى قطاع غزة. المزيد من التفاصيل حول تلك الجهود والعراقيل التي تمارسها قوات الاحتلال الإسرائيلي يطلعن عليه الزميل باسم أبو العنين مراسل التلفزيون المصري من هناك. تحياتي إليكم من محافظة شمال سيناء وتحديدا من مدينة العريش، حيث نقطة ارتكاز شاحنات المساعدات الإغاثية المزمع دخولها إلى قطاع غزة. ما زلنا نحصي الأيام والليالي على بدء العدوان الغاشم على الفلسطينيين العزل في قطاع غزة. يمر اليوم 334 على بدء العدوان هناك، ولا زالت قوات الاحتلال الإسرائيلية تتعنت في دخول الشاحنات والمواد الغذائية والطبية ومواد الوقود سواء الغاز أو السولار أو البنزين إلى قطاع غزة، ضمن حملتها في تجويع الشعب الفلسطيني وعدم الاهتمام بالصحة الفلسطينية ضمن سلسلة أو سياسة العقاب الجماعي التي تمارسها قوات الاحتلال الإسرائيلي تجاه الفلسطينيين في غزة. لدينا شاحنات تقف هنا وتتمركز منذ أكثر من شهرين، ما زالت تقف في هذا المكان، ما زالت تنتظر الدور للدخول والإذن للدخول إلى غزة عبر معبر كرم أبو سالم، وذلك بعد أن قامت القوات الإسرائيلية بمنتهى عدم اللامبالاة بهدم وتدمير معبر رفح من الجانب الفلسطيني وتسويته بالأرض واقتصار دخول المساعدات الإنسانية من معبر كرم أبو سالم، من مصر إلى معبر كرم أبو سالم ومنه إلى قطاع غزة. ولدينا تعنت شديد من القوات الإسرائيلية، حيث يقوم الجيش الإسرائيلي بإرجاع العديد من المساعدات التي يتم دخولها إلى الجانب الآخر نظرا لعدم موافقته على دخول الشحنات، منها ما هي شحنات غذائية ومنها ما هي شحنات أدوية ومنها ما هي بعض الأقمشة التي تستخدم في الخيام، يبدي أسبابا ولا يبدي أسبابا تارة أخرى. هذا هو الوضع في بالنسبة لهذه الشاحنات. إليكم. شن الطيران الحربي الإسرائيلي سلسلة غارات استهدفت بلدات في جنوبي لبنان، وأغار الطيران الإسرائيلي على حي الرجم في بلدة عيت الشعب بصاروخين، ونفذت غارة أخرى على بلدة الخيام، بينما استهدفت مدفعية الاحتلال أطراف بلدة شبعة جنوب لبنان. في المقابل أعلن حزب الله استهداف نقطة تموضع لجنود الاحتلال في موقع بركة ريشة مؤكدا وقوع إصابات محققة، بينما دوت صافرات الإنذار في مستوطنة شمير بالشمال بعد تسلل طائرة مسيرة من لبنان. أعلنت القيادة المركزية الأمريكية سانت كوم أن قواتها تمكنت من تدمير نظام صواريخ في منطقة خاضعة لسيطرة قوات الحوثي في اليمن خلال 24 ساعة الماضية.
وذكرت القيادة المركزية الأمريكية في بيان مقتضب أن هذا النظام تبين أنه يشكل تهديدا خطيرا للقوات الأمريكية وقوات التحالف والسفن التجارية في المنطقة، وأشارت إلى أنه تم اتخاذ هذا الإجراء لحماية حرية الملاحة وجعل المياه الدولية أكثر أمانا وأمنا للسفن الأمريكية وقوات التحالف والسفن التجارية. وكانت القيادة المركزية الأمريكية قد أعلنت الأيام الماضية عن تمكنها من تدمير نظامي صواريخ وطائرتين مسيرتين تابعتين لقوات الحوثي في منطقة تسيطر عليها في اليمن. دخلت الجزائر مرحلة الصمت الانتخابي تمهيدا لبدء عمليات الاقتراع للانتخابات الرئاسية السبت المقبل، ذلك بعد انتهاء الحملات الانتخابية للمرشحين والتي استمرت 20 يوما. يتنافس في الانتخابات الرئاسية بالجزائر 3 مرشحين بينهم الرئيس الحالي عبد المجيد تبون، إضافة إلى مرشح جبهة القوى الاشتراكية يوسف أوشيش ومرشح حركة مجتمع السلم عبد العالي حسان شريف. اجتمع وزراء التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي والموارد المائية والري والزراعة واستصلاح الأراضي مع بعثة البنك الدولي برئاسة رابح كاراكي مدير ممارسات الزراعة والغذاء لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بالبنك. واستعرض الوزراء الثلاثة مع بعثة البنك الدولي موقف مشروع التحول الغذائي الزراعي الموائم للمناخ، أحد مشروعات محور الغذاء ببرنامج نوفي. وخلال الاجتماع أشارت المشاط إلى أن مشروع التحول الغذائي الزراعي الموائم للمناخ يهدف إلى تعزيز مرونة المناخ واعتماد تقنيات وممارسات الزراعة المستدامة مناخياً. استقبل نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية وزير الصحة والسكان خالد عبد الغفار سفير دولة الدنمارك ووفد شركة نوفو نورديسك الدنماركية، ذلك لبحث سبل تعزيز التعاون بين البلدين في مجال المستحضرات الدوائية. وناقش الاجتماع سبل التعاون مع الشركة لتنفيذ حملات للتوعية بطرق الوقاية من مرض السكر والسمنة وكيفية تجنب المضاعفات الناتجة عنهما، بالإضافة إلى التوسع في إنشاء مراكز لعلاج السكر وتثقيف المرضى بالمستشفيات في محافظات الجمهورية. من جانبها أثنت السفيرة الدنماركية على الشراكة الوطيدة بين مصر والشركة الدنماركية ومدى التزام الشركة بتلبية احتياجات سوق الدواء المصرية، مؤكدة تطلع الشركة للتصدير لأفريقيا من خلال مصر. أكد نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة خالد عبد الغفار ضرورة الإسراع في الانتهاء من المنصة الإلكترونية الخاصة بمنظومة السياحة العلاجية ووضع الآليات والمعايير والاشتراطات اللازم توافرها للحصول على تأشيرة العلاج داخل مصر. جاء ذلك خلال ترأس الوزير لاجتماع الأمانة الفنية للجنة العليا للسياحة العلاجية. تضمن الاجتماع مناقشة وعرض آليات القبول بالمنصة وطريقة التسجيل عليها والخدمات التي تقدمها المنصة للسياح من طالب العلاج والخطط المقترحة من الجهات المعنية وأعضاء اللجنة لتنشيط السياحة العلاجية بمصر. تعمل الدولة على تحقيق التغطية الصحية الشاملة لمختلف فئات المجتمع كإحدى أوجه تحقيق الحماية الاجتماعية للفئات الأكثر احتياجا، ذلك على صعيد مختلف التخصصات العلاجية مع مراعاة التواجد في أماكن التجمعات للوصول لأكبر عدد ممكن من المستفيدين وتغطية المناطق النائية. الخطوات التي اتخذتها الدولة في هذا الصدد لاقت إشادات دولية لجهود الجمهورية الجديدة لتحقيق تغطية صحية على نطاق واسع في إطار جهودها للارتقاء بالمنظومة الصحية.
تستمر فعاليات معرض مصر الدولي للطيران والفضاء لليوم الثاني على التوالي، وخلاله استمرت أكثر من 200 شركة في استعراض تكنولوجيا الطيران الحديث وعلوم الفضاء والطائرات الموجهة، فضلا عن العروض الجوية في سماء مطار العلمين الجديدة. المزيد حول فعاليات المعرض يستعرضها لنا كريم بيبرس مراسل التلفزيون المصري. تحياتي لكم وتحياتي لجميع السادة المشاهدين من معرض مصر الدولي للطيران والفضاء. هذا المعرض الذي يستقبل مئات الشركات ويستقبل أيضا أكثر من 100 دولة مشاركة بعدد كبير من الطائرات وعدد كبير من التخصصات في علوم الفضاء وعلوم الطيران بشكل عام. ولكن ما الذي يمكن أن تفعله داخل هذا المعرض؟ كيف ستستفيد؟ ولكن أيضا هناك أشياء مميزة داخل هذا المعرض، منها تواجدك داخل الطائرة في حد ذاتها، استكشافك للطائرة في حد ذاتها، معرفة معلومات عن الطائرات بشكل عام وعلوم الفضاء، طائرات مدنية، طائرات عسكرية، أيا كان أنواع هذه العلوم تستطيع أن تستكشفها هنا في معرض مصر الدولي للطيران والفضاء. ولنتحدث أكثر من داخل قمرة القيادة هنا في هذه الطائرة عن هذا المعرض وما الذي يقدمه بشكل عام. معي الآن كابتن طيار رامي حمزة، برحب بحضرتك يا فندم. أهلا وسهلا يا فندم. أهلا وسهلا. حضرتك موجود داخل هذه قمرة القيادة، قادرين نحن نخش نشوفها من جوة، قادرين نشوف المكان. رأي حضرتك إيه في مشاركتكم عامة داخل هذا المعرض، وإيه رأيك عامة في هذا المعرض؟ المعرض ده السنة الأولى لي، وفكرة ممتازة اتأخرت بس الحمد لله أنها بدأت. تواجد الكم الهائل من صناع الطائرات، سواء كانت طائرات مقاتلات أو طائرات نقل، فكرة بتوسع المدارك وإن الناس تتعرف على صناعة الطيران وصلت لإيه، إيه المستقبل رايح لإيه. فطبعا خطوة مهمة جدا إن احنا بقى متطلعين في هذا المجال. ولكن في نقطة مهمة جدا كمان، فكرة التكنولوجيا الحديثة في الطائرات وتطور الطائرات. شايف الدور المصري بشكل عام في هذا المجال، ايه رأيك فيه خصوصا حضرتك كابتن طيار وطول الوقت بتتعامل مع هذه الأشياء؟ التطور التكنولوجي في الطيران لا يتوقف، الدراسات على طول باستمرار في كل سواء في المحركات، في الطائرات نفسها كصناعة. طبعا الدور المصري لازم يتواجد الفترة اللي جاية فيها، لان احنا كان الزاوية دي ما كانش حد بيبص عليها في الاول بشكل كافي، لكن دلوقتي مع سيادة الرئيس والتوجيهات اللي قام بيها طبعا هتفرق كتير الفترة اللي جاية في صناعة الطيران المدني والحربي. طبعا يا كابتن، واكيد كمان وجودنا في هذا المعرض هو خير دليل على انه مصر هيكون ليها دور رائد، وزي ما شفنا في الفيلم الاول وكما رصدنا في اول يعني المعرض فكره وجود ان اصل الطيران كيف بدا. لكن الامر لا يقتصر على داخل الطائرات المدنيه كما تواجدنا الان، هناك مفاجآت اخرى سنرصدها سويا على مهبط الطيران بمطار العلمين الجديده. خرجنا من الطائرة المدنية وتجولنا هنا داخل الممر الخاص بالطائرات ومطار العلمين الدولي. إذا تحدثنا عن التكنولوجيا الحديثة وتطور المستقبل، فهذه الطائرة على يساري هنا وهي طائرة لإطفاء الحريق، لكنها تعمل بطريقتين. الطريقة الأولى هي طائرة موجهة أو درون، وهذه الطائرة الآلية أو الطائرة الموجهة تستطيع أن تعمل على إطفاء الحريق، وأيضا تعمل على إرسال يعني الماسكات وإرسال أدوات إنقاذ المواطنين أو إنقاذ الإنسان بشكل عام من الحريق. ولكن الأمر لا يقتصر على ذلك فقط، ولكن أيضا هناك طائرات أخرى والتي ستعمل للمستقبل كطائرة تاكسي أو طائرة أجرة. هذه الطائرة أيضا الموجهة التي ستعمل على نقل المواطنين أو نقل بشكل عام الإنسان من مكان إلى آخر بطريقة موجهة بدون أي تحكم، ولكن مع استمرار وجود آليات الأمان، أي من الممكن أن نتحكم فيها حتى بعد تحديد الطريق المعين، يمكن بعد ذلك أيضا أن يعاد تحديد الطريق مرة أخرى بالإضافة لأدوات الأمان. لكن هذا هو المستقبل، وهذه هي فكرة هذا المعرض، أن يعرض أدوات الحاضر وأن يعرض أيضا أدوات المستقبل. وربما نرصد أن هذه الطائرة بها مكان لشخصين، أي يمكن أن شخصين أن ينتقلوا من مكان لآخر على مسافة 30
كيلو متر هذه الطائرة. هناك أيضا طائرة أخرى لنقل المعدات اللوجستية. وبينما أيضا نحن نتحدث هناك أيضا العروض الطائرة التي يعني دائما ما تعرض هنا في مطار العالمين الجديدة داخل هذا المعرض الذي يستمر من الثالث وحتى الخامس من سبتمبر. وهذه هي أيضا واحدة من يعني العروض التي نشهدها على مدار الأيام. لذلك المعرض بشكل عام يتمتع بوجود الشركات ووجود أيضا الطائرات بمختلف أنواعها، مدنية وذات صبغة عسكرية وغيرها أيضا من يعني المشاركات الدولية في علوم الفضاء وعلوم الطيران. هذه هي الصورة من مدينة العالمين وتحديدا مطار العالمين ومعرض مصر الدولي للطيران والفضاء. في ختام النشرة مشاهدينا هذه عناوين الأخبار. الرئيس عبد الفتاح السيسي في أنقرة تلبية لدعوة الرئيس أردوغان، ومباحثات الزعيمان تتناول العلاقات الثنائية وقضايا المنطقة على رأسها قطاع غزة. على هامش مشاركته في منتدى التعاون الصيني الأفريقي، مدبول يؤكد أن القاهرة ستواصل العمل مع بكين لتجنب المزيد من تصعيد التوترات الإقليمية. قوات الاحتلال تواصل عدوانها على غزة لليوم 34 بعد 300 على التوالي، وتمدد عملياتها العسكرية في شمال الضفة الغربية. إذن بالتذكرة انتهت نشرة الثالثة. تحية لكم وإلى اللقاء. في أمان الله.